الجالية السودانية الذي استطاع حقيقة أن يعمل نقلة إيجابية للفريق. يستلمون الآن كأس الافتتاح مما يعطي مبشرات خير لهذا الفريق في الحضور الأول والحضور الجميل. فمبروك للجالية السودانية على هذا الفوز على منتخب مرشح بصورة كبيرة جدا في هذه البطولة. ألف مبروك من جديد، 3 نقاط وكأس الافتتاح. بكل أمانة جد يشكرون على الجالية السودانية، تواجد على مستوى الشخصيات الكبيرة في القنصلية السودانية، دعم لافت للاعبين الجالية السودانية، عمل أكثر من رائع، عمل دورة الجالية السودانية قبل انطلاقة البطولة. بكل أمانة يعني يستحقون الفوز اللي أمام الجالية المالية، الفريق البطل، الفريق الشرس، الفريق المرشح بقوة للقب هذه البطولة، ولكنه يخسر المباراة الافتتاحية. لسه ما أدري عن الحكم على من سيتأهل عن هذه المجموعة، بترك الحكم من سيتأهل إلى الأدوار.